انت بتحبي اكتر اغنيه اخبارك ايه حبيبي ولا يا وحشني وانت جنبي؟ لا يعني تقولي لي بتحبي مين اكتر، مانويلا ولا جيوفاني؟ دول لا بجد صدقيني الاغنيتين دول مميزين جدا عندي. وعايزه اقول لك ان الاغاني دي كان شكلها شكل، ولما استلمها حميد الشاعري بقى شكلها شكل تاني. عملها حلو. لا 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 اصلا يا وحشني كانت مقسوم، يعني عمل اسبانيول شويه بالظبط، هو اللي حولها. حميد دماغه نظيفه وحلوه، فالاغنيتين دول عزيزين عليا جدا جدا جدا، وناس كتيره لها ذكريات مع الاغنيات دي. بالظبط. حتى عايزه اقول لك ان اخبارك ايه مش بس اللي بيحبوا بعض بيفتكروها، لينا ناس صحابنا ابنهم كان مسافر، ام الولد بتقول لي انا بتفكريني لما ابني سافر كنت بقول له اخبارك ايه حبيبي. فمش بس حب، كانت حب وكانت الامومه وكانت كل الحاجات دي الحلوه.